كابتن عصام، بس اتفضل. تسمح لي ويتسع صدرك للسؤال اللي جاي ده. بالعكس بالعكس اتفضل. بس احنا كنا عايشين بأزمات التحكيم ديت وقت حضرتك، والوقت اللي قبل كده، والوقت اللي قبل كده، وطول الوقت عندنا أزمات تحكيم بصراحة كابتن عصام. يعني ممتاز. بغض النظر ان كلاتنبرج فعلا انا اتفق معاك انه ما كانش مدينا وقت وشغل و بس برضه ما هي الأزمات بتاعة التحكيم دي احنا عايشين معاها طول عمرنا تقريبا. كريم. يعني بص يا كريم، وهنفضل نعيش معاها ومش هتنتهي. عارف ليه؟ لأن التحكيم أضعف حلقة. هات لي نادي في تاريخ مصر خسر بطوله وقال ان هو اللي خسرها لان اداؤه وحش او المدرب بتاعه كان وحش. مستحيل مستحيل. اسمع، ما فيش نادي بيتحمل مسؤوليه اخطائه، هو بيحملها دايما للتحكيم. انا بقول لك بامانه، على الرغم فترات قليله في تاريخ الدوري المصري، قليله جدا، اللي خد الدوري خد النتيجه الخطا التحكيمي، فما تجيش دوري او دوريين مثلا صدقني. انما غير كده اللي هبط هبط لانه يستحق انه يهبط، واللي خد بطوله خد بطوله لانه يستحق ياخدها. ولكن عمرنا بنعترف ده. مين الحلقه الاضعف؟ التحكيم. عاوزين نطور تحكيم يا كريم، لكن لجنه الحكام تبع اتحاد الكره، لكن تكون مستقله ويكون بيديرها ناس اقوياء على اعلى، ويسيب الناس تشتغل. يعني ايه يا كابتن عصام مستقله؟ يعني ايه مستقله؟ يعني ما فيش اي حد يتدخل في عملها. يعني نوفر لها الامكانيات لتطوير التحكيم. وانت كنت موجود كان في حد بيتدخل في عملك؟ لا طبعا. ما كانش في حد بيتدخل في عملك؟ لا 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 طبعا. لا طبعا، بس كنت بتحمل حاجات كتير قوي. لان في انديه كانت بتكرهني، انديه مش عاوزاني، انديه فاكره لحد دلوقتي ومفهمين الاعلام ان انا عدو ليهم، والعكس تماما. العكس تماما. تماما. انا براعي ربنا في كل حاجه، بنخطئ ونصيب اكيد. كان عندنا بعض الاخطاء ده اكيد، ولكن هي اقل الاخطاء على الاطلاق. وانا اقدر اقول لك الاخطاء اللي حصلت وهي لا تعتبر كمان اخطاء. زي ايه؟ شوف بقى كمان. زي ايه يا كابتن؟ زي ما احتواء مثلا. طلع حتى دي مش لجنه الحكام اللي قالتها. ده اللي قالها طبعا الحكم الكبير طبعا. كابتن محمد عادل. محمد عادل. بعد مباراه الاهلي والزمالك، لو تتذكر يا كريم، بعد مباراه الاهلي والزمالك الجميع بلا استثناء في مصر، اعلام وقنوات مرئيه ومسموعه، كله بيشكر في محمد عادل في انه اداؤه كان رائع. صح. طلع بعد 5 ايام مع الكابتن احمد شوبير وقال هذه الكلمه. قامت القيامه. قامت القيامه، واللي كان بيشكر فيه بقى رغم على الرغم. مع احترامي، ان ملف التحكيم ده اللي بيفهموا فيه في مصر قليلين جدا جدا جدا، اذا كانوا من اسس التحكيم او بره التحكيم. صدقني انا بقول لك الحقائق. لان احنا عندنا محاضره في التحكيم اسمها الماتش مانجمنت، اداره المباراه. اوقات بنطالب الحكم الذكي انه في وقت معين ما يديش انذار رغم انه ده مستحق عشان ما يفسدش المباراه، وفي وقت معين يحسب فاول رغم ان هو مش فاول عشان ايضا ما يفسدش المباراه. اللي انا بقوله ده يفهموا الناس اللي هم خبراء في التحكيم، اللي بيفهموا في التحكيم، لان دي محاضره من اهم المحاضرات. فلما الراجل قال هذا اللفظ، يا راجل اعدمناه على الرغم، عشان اكون شاهد على العصر. لو احنا جبنا كل الحكام اللي حكموا للاهلي والزمالك، كل الحكام الاجانب، فكان محمد عادل من احسنهم في هذه المباراه كاداء. طب كابتن عصام، انت بتقول لي ان دي من الاخطاء كلجنه، انت ما هي اخطاء اتمسكت علينا. دي اخطاء اتمسكت على اللجنه. عشان انا لما طلعت دافعت عن محمد عادل كانوا ناقصين يرجموني بالحجاره، رغم ان انا فاهم بقوله ايه. مع احترامي للجميع، انا خبير يا جماعه، بالمناسبه بفهم كل حاجه في التحكيم. واحنا اللي بنطور التحكيم في دول كتير في العالم، احنا خبراء الفيفا. انا بروح احاضر في كل حته في اماكن كتيره في العالم. يعني عارفين كل، يعني عندنا ابديت لاحدث شيء في التحكيم يا كريم. فانا لما اتكلمت الناس فكروني ان انا جاهل، يعني بالعكس.